بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة للدراستين الصباحية والمسائية، نحييكم مرة أخرى ونلتقيكم مجددا على بركة الله بمحاضرة جديدة. واليوم إن شاء الله راح تكون هذه تقريبا المحاضرة الأخيرة لمادة علم المناعة الإميونولوجي. وصلنا إلى موضوع مهم اللي هو الإميون توليرنس. الإميون توليرنس شنو هو تعريفه؟ هو is a state of unresponsiveness، يعني حالة عدم الاستجابة من of the immune system، الجهاز المناعي، to substances or tissue، لمواد أو أنسجة، that have the capacity to elicit، اللي إلها القدرة على أنه تظهر، to elicit يعني لها القابلية أو القدرة، capacity القابلية أو القدرة to elicit، لإظهار an immune response، استجابة مناعية in given organism، في كائن معين. طبعا اكو انواع التوليرنس اللي هو there are two types of tolerance، اللي هو central tolerance which occur in primary lymphoid organs. هذا وين يصير؟ مثل ما قلنا شلون التي لمفوسايت يعني المناطق المختلفه من الثايموس اذا تتذكرون، والدبل نيجاتيف والدبل بوزيتيف والسنجل بوزيتيف، تتذكروها شلون حركه الخلايا الليمفاوية التائية، وبحيث آخر شيء تتعلم أما تصير CD4 أو CD8، وكل واحدة اللي لها استجابة أو affinity لأنه تستجيب ضد مكونات الذات يصير لها شنو؟ elimination، يصير لها clearance. أوكي، إذا central tolerance من اسمه مركزي، وين يصير؟ يحدث وين؟ which occur in primary lymphoid organs، وين يصير؟ بالأعضاء الليمفاوية الأولية اللي هي منو؟ لازم تعرفوها، اللي هي الثايموس والبون مرو أو البون مرو equivalent. اوكي، البريفيرال توليرانس اللي هو المحيطي، which occur in secondary lymphoid organs، اللي هي قلنا منه السكندري lymphoid organs اللي هي السبلين والليمف نود والجات اسوسييتد lymphoid organs or الميوكوزال اسوسييتد lymphoid organs. مثال عليها الباير باتشز، الخات باير اللي موجوده بالجهاز الهضمي، هاي تعرفوها اعتقد بشكل جيد. اوكي، هذا التولرنس. عندنا بعد شنو؟ الاميون ديفيشنسي ديسوردرز، اللي هي اضطرابات نقص المناعه، نقص المناعه. زين، وهذا هم عندنا به انواع. When the system erred by failing to protect the host from disease causing agents، اذا عندما الجهاز المناعي يفشل في حمايه المضيف من العوامل المرضيه المسبب للامراض اللي هي disease causing agents، the result is immune deficiency. النتيجة هو شنو؟ أكو نقص بالمناعة. immune deficiency resulting from، يعني من ينتج؟ from an inherited genetic or developmental defect. يعني يجي من عوامل وراثية متوارثة، وأيضا يعني أعطاب developmental defect in the immune system. تصير عندنا وين؟ تتطور بالجهاز المناعي. و فإذا كانت متوارثة شو نسميها؟ البرايمري ميون ديفيشنسي. إذا كانت وراثية أو الخلل بمكونات الجهاز المناعي، سواء كان الفطرية المتخصصة الخلطية الخلوية، شو نسميه بالبرايمري ميون ديفيشنسي، حتى نميزه عن يمنع السكندري ميون ديفيشنسي. بس خلي بالك، احذر مو تخبط لما بين البرايمري ميون ريسبونس والسكندري ميون ريسبونس والبرايمري ميون ديفيشنسي والسكندري ميون ديفيشنسي، اكو فرق ترى. اوكي، هذا شكل وهذا شكل اخر. اذا كانت متوارثه الخلل او العطب او الخلل الوظيفي، فهذا نسميه بالبرايمري ميون ديفيشنسي. In such a condition، في هذه الحاله، the defect is present at birth، اذا راح يكون شيء من الولاده يكون موجود at birth، although it may not manifest until later in life، وربما يمر بدون انه واحد يلاحظه او يشاهده يعني خلال الحياه. بعدين بالصدفه يجوز تشوف انه ابو عندك نقص اولي بالمناعه. اوكي، these diseases can be caused by defect in virtually any gene. شوف، هذه الامراض اللي هي البرايمري immune deficiency diseases قد تحدث في اي جين involved in immune development or function، يعني مسؤول عن تطور خلية مناعية أو في كومبارتمنت أو كومبوننت الجهاز المناعي أو الفانكشن مالته أو الوظيفة مالته، سواء يعني سواء كانت هذه المكون يعني يخدم للمناعة الفطرية أو الأمية اللي هي الانيت اميونيتي أو الادابتيف اميونيتي أو الهيومر مثل ما قلنا أو الهيومر الخلطية أو السيرميديتي، أي نوع من أنواع
المناعه ممكن يصير بهذا الديفكت اللي هو البرايمري ميون ديفيشنسي. نجي الى النوع الاخر ويكون متوارث ويكون يعني يظهر من الولاده، وقد يكون قلنا من شخص هذا ويشخص خلال حياه الشخص او الاورجانزم. السكندري ميون ديفيشنسي also known as acquired immune deficiency، هذا شنو السكندري؟ يكون مكتسب، يعني يجي من عامل خارجي. is the loss of immune function، يعني فقدان الوظيفة المناعية. that result from exposure، من ينتج؟ ينتج من التعرض. from exposure to an external، شوف مثل ما قلنا يجي منين؟ من ال exposure to an external agent، عامل خارجي. often an infection، قد يكون شنو مثل ما ساعدنا ربما يعني كثير من الامراض، من الامراض الفيروسيه تسبب لنا autoimmune disease، سوينا نقص مناعه، يعني تضرب لنا فد مكون معين. وهذا هسه تشوف نعطيك مثال على ذلك، هو فيروس الايدز او الاتش اي بي او الهيومن acquired immune deficiency virus او acquired immune deficiency syndrome virus اللي هو الايدز، فيروس الايدز اللي يسببنا مرض الايدز. اوكي، يعني اذا يجي من الانفكشن او الاصابه او الخمج. Other several external factors can affect immune function، وايضا العديد من العوامل الخارجيه ممكن انه تاثر لنا على وظيفه الجهاز المناعي. باي far the most well known secondary immune deficiency is acquired، مثال واضح على acquired او secondary immune deficiency diseases or syndrome is acquired immune deficiency syndrome or AIDS، which resulted from infection with اللي يجي نتيجة الإصابة بالhuman immune deficiency virus اللي هو HIV. فأعتقد واضحة وبسيطة وكلش حلوة. إذن هسه صار عندنا tolerance، صار عندنا hypersensitivity، الخمسة الأنواع الخمسة، tolerance اللي هو primary العفو central والperiferal، وعندنا immune deficiency اللي هي primary والsecondary، وعندنا المحاضرات سابقة أخذنا primary immune response والsecondary immune response. عندنا بعد شنو transplantation immunology أو المناعة المتعلقة بمن بزرع الأعضاء، بنقل الأعضاء، أوكي، بالأورجان ترانسبلانتيشن، أوكي، أو يعني وما يتخللها من جرافت ريجكشن، رفض العضو. أكر يحدث based on immunological principles، يعني لما يرفض العضو وحسب درجة الايدنتيتي والقرابة اللي يعتمد على قلنا MHC اللي هو الميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس أنتيجين أو الهلا اللي هيومن ليوكوسايت أنتيجين، هذا مهم. إذا جرافت ريجكشن أكر بيز rejection العفو occur يحدث based on immunological principle، إذن يحدث استنادا على أسس مناعية، يعني ما يصير هيك يعني احتباطا. the degree and type of immune response، شوف درجة ونوع immune response to a transplant، لدرجة الاستجابة المناعية ورفض العضو تختلف. varies with type and source of the grafted tissue، نوع ومصدر النسيج اللي يتم زرعه، اوكي، حسب درجه القرابه ما بين الدونر، ما بين الواهب، وما بين شنو الريسيبينت. the following terms denote different types of transplant، اذا هذا جدا مهم، هاي الانواع اللي هو الانواع different types of transplant or grafts اللي هي تشمل عندنا الاوتوغرافت. الاوتو يعني الذاتي، السيلف تيشو ترانسفير، شوف شنو تعريفه، اذا هو سيلف تيشو انه نسيج ذاتي من نفس الشخص، transferred from one body يعني بنفس الشخص، from one body site ينقل من موقع يعني بنفس الشخص جسم الشخص نفسه to another site in the same individual، بنفس الشخص. examples include أمثلة على هذا الأوتوغراف شنو؟ transferring healthy skin، نقل الجلد السليم to a burned area، إلى منطقة يعني متعرضة للحرق، in burn patient، في شخص أو مرضى يعني متعرضين للحرق. and using healthy blood vessels to replace blood coronary arteries، أو مثلا استخدام يعني هاي صايرة عندنا أنه هذا بمنطقة الفخذ بالنسبة للإنسان أكو فد artery إضافي، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حاطة حتى يستبدلون به، وطبعا هاي صايره العمليات، يشيلوا ويبدلون به مثلا شنو
الشرايين التاجية اللي تغذين يعني القلب أو عضلة القلب المسدودة، يشيلون هذا المسدود ويخلون واحد هو يعني صار بديفكت ويخلون هذا الشريان الهيلثي اللي هو السليم. فأمثلة على الأوتوغرافت هو أنه عمليات الترقيع اللي يصير مثلا بالحروق أو يعني واحد التشويه في منطقة معينة خصوصا بالوجه، يشيلون من منطقة أخرى من جسم الإنسان ويحلوها نفس الشخص، بس لازم يكون وذاك سموه أوتو، أو أنه البلاد فيزلز ريبليس بلوكت كورونري أرتريز، يعني استبدال يعني شريان بشريان آخر، شريان طبعا بديفكت بآخر سليم. بعد شنو عندنا؟ الأيزو جرافت اللي هو تقريبا المتناول is tissue transferred between genetically identical individual، يعني نقل الأنسجة ما بين الأنواع المتماثلة أو الأفراد المتماثلين وراثيا genetically identical individual. This occur هذا يحدث in inbred strains of mice، أكل هذا اللي السلالات اللي يسوي لها زواج متقارب inbred أو داخلي مو outbred، يعني مثلا زواج قارب يسمونه الانبريد، زواج المتابع يسمونه اتبريد، وهذا محمود وهذا يعني زواج المتقارب يقول لك لا لانه حتى شنو ما تصير نقل للصفات او للامراض الوراثيه مثلا، حتى الاسلام يوصي انه الزواج يكون شنو مثلا متقارب. فهذه الانبريد سترين اوف مايس اور ايدنتيكال هيومن توينز او التوائم المتماثله بالنسبه للانسان، التمائل التوائم المتماثله اللي يكون يعني جدا الجينيتك variation بها قليلة جدا، يعني التماثل الوراثي يكون كلش متقارب identical human twins التوائم المتماثلة when the donor and recipient are synergenic، عندما يعني الواهب والمستلم يكون شنو جدا متقاربين وراثيا. إذن هاي يسمون isograft، إذن tissue transfer between genetically identical يعني المتماثلين وراثيا تماما، وهو يكون بالتوائم المتماثلة. وعندنا على مستوى الحيوانات اللي هو بالنسبة للفئران مثلا هو الانبريد سترين اوف مايس. الالوغرافت از تيشو ترانسفير بتوين جينيتيكالي ديفرنت ممبرز اوف ذا سيم سبيشيز، يعني احنا هسه بيناتنا كهيومن بينج، يعني انا مثلا انطي لاحد الطلبة او الطلبة ينطيني هذا نفس النوع لنفس النوع، وهذا طبعا راح يكون هنا حسب درجة القرابة، اذا كان يعني الاقارب الريليتيفز يكون احسن، واذا كان بعد يعني من عشيرة إلى عشيرة أخرى هذا يختلف. يعني بين مثلا الأفراد العائلة يكون أفضل، أفراد العشيرة يكون يعني بالدرجة الثانية، وإذا كان بين أفراد من عشائر مختلفة فهذا يكون يعني بالدرجة الثالثة. هسه واضح؟ هذا يسمي الألوغرافت is tissue transfer between genetically different members، إذا نقل الأنسجة ما بين الأفراد genetically different members، إذا الأفراد المختلفين وراثيا of the same species، يعني سواء كان هذا السبيشيز او النوع الحيواني او النوع الحيواني مثلا بين الاغنام بين الابقار بين القردة وهكذا. In mice this means transferring tissue from one strain to another، يعني هذا بالفئران مثلا يعني ننقل الانسجة من سلالة الى سلالة اخرى. And in a human this occur in a transplant، يعني وفي الانسان هذا يحدث عندما ننقل الاعضاء. In which the donor and recipient are not genetically identical، يعني هنا يكون ما متماثلين وراثيا مثل الايزوغرافت اللي قلنا تكون متماثلين وراثيا. The majority of cases اغلب الحالات. يبقى الحالة الاخيرة اللي هي الزينوغرافت او الغريب، يعني هذا يسمون الغريب او المتباعد. The tissue transfer between different species for example the graft of baboon heart into human، يعني بين انواع مختلفة الانسان والحيوانات المختلفة، يعني بين الانسان والبابون، حيوان البابون هو نوع من انواع القرد. اذا الجرافت اوف بابون هارت تنقل قلب البابون المن الى الانسان. Because of significant shortage of donated organs raising animals for a specific purpose of serving as organ donor for a human، وبسبب طبعا يعني بسبب انه قلة الاعضاء يعني الاعضاء اللي يتم وهبها، فالحيوانات ممكن انه يعني استخدامها لبعض الأغراض الخاصة اللي هي specific purpose of serving as organ donor، ممكن أنه تستخدم ك وطبعا استخدمت، لكن هو يبقى الرفض
serve as organ donors، ممكن أنه يستخدم كواهبة للأعضاء for a human للإنسان. ولكن هو هذه طبعا is under serious consideration، يعني اللي يعني بس يبقى إلها شنو أبعاد أو اعتبارات يعني خطيرة و يعني جادة، يعني مو شغلة يعني من السهل هذا، لأنه رفض ما دام زينوغرافت، إذا الرفض يكون acute rejection عكس يعني بالايديتيكال تونر يصير ما يصير رفض، حتى لو يصير chronic rejection، بينما الرفض السريع الأكيوت وحتى السب أكيوت هذا يكون عندما تكون الأنواع متباعدة اللي هي مثلا بين الإنسان وبين الحيوان، لكن أكو اعتبارات خاصة لأنه بسبب نقص الدونر أو الشورتج اللي هو قلة الدونيتد أورغانز، بس في هذه الحالات ممكن أنه استخدام الأعضاء الحيوانية. وهنا يعني إن شاء الله قد أتممنا درس المناعة و نتمنى أنه يعني قد كنا خفيفي ظل عليكم وانطينا للمادة حقها بقدر الإمكان، ونتمنى أنه تكونون على قدر المسؤولية في أنه تستفيدون من المحاضرات اللي نزلناها على المنصات المختلفة. وشكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم الموفقية والنجاح. شكرا جزيلا.